الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فإن يوم الاثنين من عادتي أن أتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم هو 18 من شهر ديسمبر، فالعالم تواطأ وجعل يوما سماه اليوم العالمي للغة العربية، فقلت نحن أولى بالعربية وبيوم العربية من غيرنا، فلا بد أن نتحدث عن مكانة اللغة العربية وفضل اللغة العربية. لكن حتى أربط الموضوع بالواقع، بادئ ذي بدء لطيفة ذكرها الإمام الراغب الأصفهاني صاحب كتاب مفردات القرآن. ماذا يقول؟ يقول هذه دائما اللطيفة أذكرها في مثل هذا العام. يقول إن اللغات كلها، كل اللغات. نسأل شوي بالأعراب ولا ما نسمي شاطر بالأعراب هو؟ نسأل طارق. إن اللغات، ما علاقة بكالوريا علمي أنت؟ إن عبد الرحمن نسأله. إن اللغات، شو أعراب اللغات؟ اسم إن سهلة، منصوب صح؟ وعلامة نصبه ليش؟ خلاص سهلة معناته، بس مو هذا السؤال. إن اللغات كلها شو أعرابها؟ مو حرف، كلها توكيد. مين المؤكد؟ اللغة. اللغة منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. إن اللغات كلها، إن الناس كلهم، صح؟ فإذا كلها هي توكيد. لكن لما قلت إن اللغات مكسورة، شوفي الناس عادة بيقول لك إن اللغات كلها هيك على السماع، هذا خطأ، لأنه هي منصوبة إن اللغات كلها. يقول الإمام الراغب الأصفهاني إن اللغات كلها تستمد قوتها من الناطقين بها، صح؟ الآن لغة الحضارة شو هي؟ الإنجليزي، هي لغة المنتصر، وهي لغة الحواسيب والطب وإلى آخره. إن اللغات كلها تستمد قوتها من الناطقين بها، صح؟ إلا اللغة العربية تستمد قوتها من الله عز وجل. ليه؟ رغم أن العرب تعرضوا لهزائم كثيرة وخسروا كثير، ليش يا طارق؟ لأنها لغة القرآن. لماذا قال؟ لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمقتضى حفظ القرآن أن يحفظ الجارحة الناطقة بالقرآن. وما هي الجارحة الناطقة بالقرآن؟ اللغة العربية. فلما تفضل الله على هذه اللغة أن جعلها لغة القرآن، فهذا يعني هيك لطيفة بشكل سريع. اليوم هناك سور في القرآن الكريم بدأت بكلمة الحمد لله، طبعا الله جعلنا وإياكم من أهل الحمد لله، فأردت أن أذكر لكم بعض الفروق التي تتعلق بكلمة الحمد لله، وما هو الفرق بينها وبين الشكر. بادئ ذي بدأ، ما هي السور التي استفتحت أو استفتح بها بكلمة الحمد لله؟ مين حافظ السور؟ ما هي السور التي استفتح الله عز وجل بها بكلمة الحمد لله؟ مين حافظه؟
تفضل. شو مولود؟ فاتحة صح؟ ليش خايف؟ فاتحة، برافو عليه. الفاتحة قلها ولا تخف. الحمد لله رب العالمين. طب ما هي السورة الثانية بعد الحمد لله؟ الكهف، صدقت. تمام، شو السورة الثالثة؟ بدنا الترتيب. السورة الثالثة سبأ. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اللي بعدها فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. لكن أنت في شغلة قبل الكهف، شو هي؟ سورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه السور بدأت بكلمة الحمد لله. الحمد لله، لماذا بدأت بالحمد لله؟ لماذا يا طارق؟ أولا قال لثلاثة أمور بدأت هذه. نحن مو هذا درسنا، درسنا الفرق بين الحمد وبين الشكر، لكن هذه مقدمة باعتبار اليوم اللغة العربية مشان ما تملوا. يعني قال بدأ الله عز وجل فيه بحمد نفسه، واستفتح هذه السور الخمس بالحمد لله لثلاثة أمور. أول أمر قال لسعة ملكه. لسعة ملكه، شو الله قال؟ الحمد لله رب العالمين وعالم الإنس والجن والحيوان والنبات. هذا قال لسعة ملكه. وين عبر عنها؟ في كلمة الحمد لله سورة الفاتحة، وعبر عنها سورة سبأ. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تمام. إذن أولا لسعة ملكه، ثانيا لقوة فعله. وين وردت هذه لقوة فعله؟ سورة الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثالثا قال لكمال شريعته. أين ورد هذا؟ ورد في سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. شريعة قيمة. طيب، درس اليوم كالتالي: ما هو الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ العلماء لهم في هذا كلام كثير، لكن أنا اختصرته بنقاط اليوم باعتبار الحمد لله على سلامته لطارق، وبيطلع له هيك سندهب اليوم ورجع لنا، عاد طائر النورس إلى شاطئه، الله يكمل له تمام العافية. الحمد لله على سلامته وسلامتكم جميعا. أول فرق، العلماء قالوا إن هناك فروقا بين الحمد لله وبين الشكر، يعني في فرق بين الشكر وبين الحمد. قالوا الفرق يتلخص في أربعة أمور. كم أمرا؟ أربعة، بدنا نحفظهم وناجي معانا الله يرضى عليه. قالوا أولا، الفرق الأول أن الحمد هو رأس الشكر. شو يعني رأس الشكر؟ يعني هو الجذر. الجذر يعني، معلش بدنا نحكي شوية، شو بسموها الإسانس، يعني الروح. الروح أساس الشكر، الجذر تبعه الحمد. ليه؟ قالوا لأن الحمد وجداني، منبعه نفسي، الشكر سلوك. فالحمد مكنون الضمير، والشكر تعبير عن الحمد. نعيدها، شو أول فرق؟ أن الحمد هو رأس الشكر، هو وجداني، منبعه وجداني، الشكر سلوك. فليس كل شاكر حامدا، احفظوها، فليس كل شاكر حامدا، وكل حامد شاكر. ليه؟ لأنه في واحد بيقول بلسانه سلوك لا شكرا، بس هو من جوا مو قابضة، من الداخل ما عنده امتنان، ما في منبع وجداني للحمد. يعني الحمد لله، لا شكر، شكرا شكر. فإذا أول فرق يا طارق شو هو؟ أن الحمد هو رأس الشكر، وهو جذره، وهو المنبع، وهو مكنون الضمير.
أما الشكر شو هو؟ هو سلوك وتعبير عن الحمد. جاء في بعض الآثار: الحمد رأس الشكر، فما شكر الله عبد لا يحمده. الحمد رأس الشكر، فما شكر الله عبد لا يحمده. فالحمد قال العلماء هو الإحساس النفسي الحقيقي. لذلك قال تعالى، شو الله قال؟ اعملوا. شو الآية حلوة، انتبهوا، الله قال اعملوا آل داود شكرا. عمل في منبع وجداني. طيب، إذن هذا أول فرق. شو هذا أول فرق يا طارق؟ قال اعملوا آل داود شكرا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. الفرق الثاني، في حدا عنده تعليق على الفرق الأول؟ في حدا أي سؤال؟ طيب، الفرق الثاني: إن الحمد مختص بالله ولا يشاركه فيه أحد، أما الشكر فيشترك فيه الله وخلقه. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. تمام؟ تقول لكثير ناس شكرا شكرا، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: بل طلب منا أن نشكر الناس، قال: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. بدك تشكر، لكن إذن الفرق الثاني شو هو؟ أن الحمد مختص بالله، هي خاصة لله، مختص بالله، لكن الشكر يشترك فيه خلقه وغير خلقه سبحانه وتعالى. طيب، الله. لذلك اللام في كلمة الحمد قالوا هي للاختصاص، خاصة بالله، الحمد لله. هل أنا أقول لك أحمدك، يعني هنا المعنى أحمدك أي أن أثني عليك، تمام، لكن المعنى اللي صار علما على ذات الله أن الحمد يكون لله. هلا مثلا نقول الصلاة عليك، يعني أنا بدعي لك، لكن نحن انصرفت الصلاة على الأنبياء، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، صحيح، لكن في قضايا اختص الله بها نفسه وصارت عن مثل سبحان. ما بتقول لواحد سبحانك، يعني أنزهك، لكن هي خاصة بالله، صارت علما على الله، صح ولا لا؟ فقالوا الفرق الثاني أن الحمد مختص بالله عز وجل. الله الله الله. بعض الناس ما عنده يعني امتنان لعمل الخير، وهذا قال أهل التفسير قد يمنع أهل المعروف أن يعني أن يزدادوا في معروفهم. كيف يعني؟ يعني إذا أسدى إليك أحد الناس معروفا قل له شكرا، شكره. يعني النفس البشرية، جاء في الحديث: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أنا مرة أخبرني أحد الناس، قال لي: أنا فلان بساعده وبعطيه كذا، ما بيقول لي شكرا، مع أنه الأصل إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن مو كل الناس بدك ياهم أولياء وصالحين، الناس يعني متفاوتون في نفوسهم وفي تربية نفوسهم. أنت بدك الأصل أنك تتألف قلوب الناس بماذا؟ بالشكر، أليس كذلك؟ فإذا زوجتك سألت لك أكل بالبيت، إلا الله يجزيك الخير، سلم إيديك، شكرا لك، الله يعطيك العافية، قديش بتفرح؟ عندك عزيمة وعم تشتغل 5-6 ساعات، قديش بينجبر خاطرها إذا قلت لها شكرا والله يجزيك الخير؟ تفرح كثير. من يصنع المعروف لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. لذلك يقول سيدنا محمد اللهم صل عليه: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يشكر وينسب الفضل لأهل الفضل، يقول: هذا فلان له علي يد، هذا فلان أكرمني، هذا كذا. لاحظوا، فالأصل قال أن لا يكون المؤمن لئيما، بل يشكر الخلق، لأن شكر الخلق جزء من شكر الخالق سبحانه وتعالى. لذلك قيل لبعض الناس الذي كان حريصا على فعل الخير، قال: مما زهدني في فعل الخير
أنني لم أجد في الناس شاكرا له. في واحد إلى أخي إيه ما في جزاء ما بيقدروا. وهي أنا من المشاكل الزوجية بتجيني أنه في زوج مثلا بيقول له أنه مثلا بيشتغل ويجيب وكذا، زوجته دائما ما بيعجبها، أو العكس بتتعب مسكينة بتشتغل وكذا دائما ما يثني عليها أبدا، ما بيعرف كلمة شكرا ولا بيقول أبدا أبدا. فيعني مرة سئل أحد هؤلاء الناس أنه ليش، قال إيه مشان ما تنعطى وجهها، بعدين تفكر أنه يعني عامل شغلة لازم دائما تحسسها أنه هي مقصرة مشان تشتغل أكثر. طبعا هاي اجتهادات تبع ناس مرضانين ما لها علاقة بالإسلام. الإسلام علمنا إذا واحد أعطاك وردة كاسة مي، من أزدى إليكم معروفا، معروفا نكرة، أي شيء صغير ولا كبير، من أزدى إليكم معروفا فكافئوها. طيب أعطيه كذا، فإن لم تستطيعوا فاشكروه، له الله يزيك الخير شكرا لك، فإن لم تستطيعوا فانشروه. يعني قولوا هذا الرجل صاحب معروف، تمام، في واحد لا ما بيحكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن مشان نستفيد من الدرس مو مشان اللغة العربية والأعراب، بدنا نرجع البيت بدنا نطبق، نشوف ابني لما بشوفني مثلا عم أقول لزوجتي شكرا والله يعطيك العافية، هو بصير الطفل حتى لو طفل بيقول لك شكرا جزاك الله خير يعطيك العافية يسلموا إيديك، هذه كلها معاني من معاني الشكر. طيب إذا شو الفرق الثاني يا طارق؟ أن الحمد مختص بالله عز وجل. الله الله الله. ثالثا كلمة الحمد التي اصطفاها الله لنفسه صارت علما على الله. قيل لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ما تقول في سبحان الله؟ شو رأيك بكلمة سبحان الله؟ قال أحبها الله لنفسه. يعني أنا عادة نقرأ أنه في واحد قال بيقول عن نفسه سبحاني سبحاني، لا، أنت هي خاصة بالله عز وجل. دعها الله يرحم الدكتور سعيد رمضان البوطي عليه سحائب الرحمة، كان لما يدخل مثلا احتفال مولد النبي عليه الصلاة والسلام حاضرين من شيء 5000 شخص، احتفال كبير في دمشق في شهر المولد، فالمنشدون لما يروا الدكتور سعيد دخل بينشدوا طالع البدر علينا، فيقول لهم لا لا دعوها في حصنها الحصين، هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال تواضعه. كمان في كلمات سبحان الله الحمد لله هذه خاصة بالله، قال لأن الله اصطفاها لنفسه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. كم اختصار طارق؟ 3. ما أنع جاء في الحديث ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا أدى شكرها، فإن قالها ثانية إلا جدد الله عليه ثوابها، فإن قالها ثالثة كان حقا على الله أن يغفر له. موفي ولا موفي؟ موفي. ما الله يرزقنا. حتى النبي قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم قال إن العبد لا يأكل الأكل فيحمده عليها. الأكل المؤمن عم تأكل أشكر الله عليها. لا لا، إياك أن تكون سادرا وساكرا بالنعمة عن المنعم. أوعى في ناس صدقا الآن ما عنده ثمن نار تسخن فيه الماء البارد في الشتاء مشان تغسل، انت عايش بنعم عظيمة صح ولا لا؟ في ناس نايمة بالشوارع، في ناس تأكل وأنتم كرامة من المزابل وهم سعداء، ونحن ألوان طعام كثيرة معاجبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا وأخيرا يا طارق، هي آخر وحدة. الله، قال الحمد يكون على العطاء وغير العطاء، لكن الشكر يكون على العطاء. تقول لك أخي أنا ما بالشكر إلا اللي عطاني، تقول له واحد شكرا بدون مناسبة صح؟ لكن الحمد قالوا يكون لله، لذلك اختص به نفسه على العطاء وغير العطاء. قال عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يكره شو بيقول؟ الحمد لله على كل حال. هلأ
في كلمة بين الناس، وأنا شفت أحد الناس عم ينبهون وكذا، وأنا بعتبرها نوع من الصفصطة والتنطع بلا طعمة، إنه ما بيجوز تقولوا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إنه المقصود أنك أنت تحمد الله على كل حال، في السراء وفي الضراء. أنت تكره الضراء، ليش نكذب يعني؟ هلأ مين بيحب المرض؟ مين بيحب لا والعياذ بالله أن الله عز وجل سلط عليه أولاده أو زوجته أو عماله؟ هذا بلاء أو ضيق أو ابتلاء، هذه مصيبة. ما في إنسان في العالم لا يصاب. فلما نقول أنه لا يحمد على ما أنه هذا يكره، نأخذ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال إذا أصابه ما يكره، هيك الحديث، ما يكره يقول الحمد لله. وجاء في الحديث ينادي المنادي يوم القيامة ليقم الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. كان بعض السلف من الصالحين الربانيين عندهم كلمة عجيبة، كان يقولون نحن ندعو الله فإذا أعطانا، يعني طلبنا من الله شيء معين، فإذا أعطانا حمدناه مرة واحدة، وإن منعنا حمدناه 100 مرة. طيب فهمنا، إذا أعطاك 100 مرة، إذا ما أعطاك؟ قال حمدناه لما أعطانا لأنه كان هذا اختيارنا فحمدناه عليه، لكن لما منعنا كان هذا اختياره فحمدناه 100 مرة. بس هي بدها شو؟ بدها حب، بدها ذكر، بدها يعني الكلام سهل لكن يحتاج إلى الإنسان أنه يعيش هذه الحالة الربانية. قال لما أعطانا حمدناه مرة، لكن لما ما أعطانا حمدناه 100 مرة، لأن هذا كان اختياره، كان هذا اختيار الله. وكان بعض السلف يقول أحبه إلى قلبي أحبه إلى ربي. شو بيحبه الله؟ أنا بختاره. وحافظين كلكم الآية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذه كانت خاطرة اليوم بشكل سريع، بدنا نلخصها مشان ناجي ممكن. طيب أول شيء حديثنا كان عن يوم اللغة العربية، قلنا إن اللغات كلها تستمد قوتها من الناطقين بها، إلا اللغة العربية تستمد قوتها من الله عز وجل، لأن الله تكفل بحفظ القرآن، ومقتضى حفظ القرآن أن يحفظ الجارحة الناطقة بالقرآن. وما هي الجارحة الناطقة بالقرآن؟ اللغة العربية. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب هناك سور في القرآن الكريم استفتحت بالحمد. أول سورة يا طارق شو هي؟ الفاتحة. ثاني سورة، أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ثاني سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثالث سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رابع سورة سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. السورة الخامسة شو هي؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا فاطر. لماذا حمد الله؟ قال أول وحدة لسعة ملكه، الحمد لله رب العالمين. ثانيا لقوة فعله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثالثا لكمال شريعته، الله قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. طيب ما هو الفرق بين الحمد لله والشكر؟ هناك أربعة فروق. الفرق الأول أن الحمد هو رأس الشكر، وهو المنبع، وهو الضمير. الشكر هو السلوك والتعبير عنه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدا. تمام. ثاني الفرق أن الحمد مختص بالله، الشكر يشترك فيه الله مع خلقه، أن اشكر لي ولوالدي،
أن يشكر لوالديك إلي المصير. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. طيب ثالثا هي إيه؟ أن الحمد هي خاصة بالله، مثل سبحان الله، تمام؟ هي خاصة بالله عز وجل. رابعا الحمد يكون على العطاء وغير العطاء، أما الشكر يكون على العطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله في السراء وفي الضراء، إذا أصابه شيء يكرهه قال الحمد لله، اللهم يا حي ويا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين، وسع مدارك عقولنا لفهم كتابك، اللهم حبب إلينا القرآن وأهله، يا رب أذق قلوبنا لذيذ مناجاتك برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم.